قمع وكلها تشريد وكلها سجون. لم يكتمل حتى الآن عند الأخوان المسلمين تصورهم للدولة التي يريدون. يريد الأمريكان منهم حلفاء لهم مصداقية ولهم جمهور وما عندهم خبرة، بحيث هو يملأ هذا الفراغ ويوزع المهام. السفارة الأمريكية في القاهرة تزور المركز العام للأخوان وتبارك للأخوان. نحن لن نختار واحد من الأخوان المسلمين ولن ندعم، وكنت أتمنى أن لا يترشح أحد في تيار إسلامي. ليه فضلت ليه؟ لأن حرصا على مصلحة مصر التي الآن يعني تحت المجهر. لو تقدم واحد من هذا الصنف بالذات الآن مشكلة في استهداف مصر فيما ينتظر لها فيه. سبق وأن قلت أن هذا قرار مؤسسة جماعة الإخوان المسلمين، مجلس شوراها هو صاحب القرار الأول، ساري المفعول حتى هذه اللحظة أننا لن نرشح واحد من الإخوان المسلمين، وبررنا هذا بوضوح وكنا صادقين وما زلنا صادقين وسنظل صادقين إن شاء الله. أن عندما نقول هذا لمصلحة مصر يبقى فعلا احنا صادقين ان ده لمصلحة مصر. هل لازلتم عند موقفكم انكم لن ترشحوا احدا لهذه الانتخابات؟ نعم، عند نفس الموقف، لن نرشح احد من الاخوان المسلمين. ما حقيقة ما نشر حول ان هناك مرشح خفي بالفعل ستدعمونه في اللحظة الاخيرة وهو ليس من بين الذين رشحوا انفسهم الى الان؟ لا، غير صحيح. صحيفة واشنطن بوست في تقرير لها نشرته يوم السبت الماضي وصفتك بانك براجماتي وداهية، وأن الإخوان في اللحظة الأخيرة سيعلنون ترشيحك للانتخابات الرئاسية. لا، لا، غير وارد وغير مطروح. الحرية والعدالة لن ترشح رئيس للجمهورية. هذا مؤكد على مسؤوليتي. ده خبر إن لا. على مسؤولية الحرية والعدالة. إنما ممكن تدعم حد. أنا أدعم حد طبعًا. طبعًا هتختاروا حد تدعموه ده معانا. بالتأكيد. أننا من قبل أن يسقط حسني مبارك أعلننا هذا. أعلننا أنه ليس لنا مرشحًا للرئاسة. ونحن نؤكد على الموقف الثابت للإخوان المسلمين أننا كإخوان مسلمين لن نشارك لا في حكومة ولا نشارك في انتخابات رئاسية. طلب استقالة قدم من الأخ الكريم المهندس خيرت الشاطر بمجرد علمه أنه قد تم اختياره من الجماعة ومن الحزب ليكون مرشحا. المسار الاقتصادي، نقول المسار الثقافي، نقول المسار السياسي، نقول المسار الاجتماعي وإلى غير ذلك من المسارات. نيجي تحت المسار الاقتصادي هنتكلم في مسارات فرعية كثيرة. نقول عندنا قطاع السياحة، عندنا قطاع الزراعة، عندنا قطاع الصناعة. (تصفيق)
and they own all the big media news, all the big media companies, so they control just about all of the news and information you get to hear. They got you by the balls. They spend billions of dollars every year lobbying to get what they want. Well, we know what they want. They want more for themselves and less for everybody else. But I'll tell you what they don't want. They don't want a population of citizens capable of critical thinking. They don't want well-informed, well-educated people capable of critical thinking. They're not interested in that. That doesn't help them. That's against their interest. That's right. You know something? They don't want people who are smart enough to sit around the kitchen table to figure out how badly they're getting fucked by a system that threw them overboard 30 fucking years ago. They don't want that. You know what they want? They want obedient workers. Obedient workers. People who are just smart enough to run the machines and do the paperwork and just dumb enough to passively accept all these increasingly shittier jobs.